استنى كتير يا مدام، احنا فينا من الصبح. وانت مسربع كده ليه؟ مش كله بحسابه؟ ولا انت شايلني فوق دماغك؟ خد طرقنا اشطك. خد عواطف فتوح، انت بتعمل ايه هنا؟ انا بشتغل هنا، وانتي؟ انا جايه هنا للدكتور، الدكتور انيس العشماوي. ايوه ايوه، ده عيادته في الدور الاول، بس هو ما يفتحش غير بالليل. يا خساره، يعني انا دبيت المشوار على الفاضي. وانت بتشتغل ايه هنا؟ انا بشتغل مع مرعي. مرعي؟ ايوه، ده بقى بيه كبير وعنده شركه كمان، وانا دراعه اليمين. معقول مرعي بقى صاحب شركه؟ ايوه يا ستي، ما هو الدنيا كده، في ناس بقى بتكبر وتبقى بهوات، وناس تفضل طول عمرها زي ما هي. والله فكرتيني بايام زمان الحلوه. وانت اتجوزت؟ لا، مش باين له. ليه؟ يعني نصيب. المهم انت عامله ايه؟ ونوال اخبارها ايه؟ نوال بقالي سنين ما بشوفهاش، من يوم ما اتجوزت مروان بيه، ما هي رقرة بقت هانم زي مرعي بيه، محدش شايل الهم فوق دماغه غيري. ليه عاطف؟ مالك؟ المخفي، المخفي جوزي اللي ما يتسمى، مدوخني، موريني النجوم في عز الظهر. ايه ده؟ هو لسه زي ما هو؟ مفيش فايدة فيه، سنين وانا مستحملاه، واخرة صبري البهدلة. انا خلاص ما عدتش طايقة عيشتي معاه، نفسي اموت واستريح والله. بعد الشر عنك عواطف. الله، ما تعيطيش بقى، الناس رايحة جاية هتتفرج علينا. بقولك ايه، ما تيجي نروح حتة كده نقعد نتكلم فيها براحتنا. وشغلك؟ مش يمكن مرعي يزعقلك لو اتأخرت عليه؟ جري يا عواطف، وانا عيل صغير ولا ايه؟ طب ايه رأيك بقى بخصوص الكلمة دي بالذات؟ انا مش رايح الشغل النهاردة. وبعدين حصل ايه؟ رحنا قعدنا في الكازين، وقعدت عيط له وانا بحكي له عن مكرم واللي عامله فيا. مش ده المهم يا عواطف، المهم قالك ايه عن مرعي؟ فتوح قال لي ان مرعي بيستورد لعب اطفال من بره وبيتاجر فيها وبيبيعها للتجار والمحلات. يا سلام، وهي لعب الاطفال بتكسب كتير قوي كده؟ معرفش، بس اللي حسيته من كلام فتوح انه مقير من مرعي على الاخر ومش طايقه. حلوة قوي دي، فرصتك بقى عشان تدحلي بيه في الكلام وتعرفي كل حاجة عن مرعي وشغله. حاضر يا نوال، بس انا كنت بقول تديني قرشين اسدد بيهم شوية من اللي عليا. بقولك ايه يا عواطف، الاتفاق اتفاق، لما تجيبي لي قرار مرعي واعرف كل حاجة عنه ساعتها بطلبي اللي انت عايزاه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مروان اهلا يا حبيبي. ازيك يا حبيبتي؟ مساء الخير يا استاذ مروان. ازيك يا عواطف؟ استاذن انا بقى نوال، عن اذنك يا استاذ مروان. مع السلامة يا عواطف. مع السلامة. ايه يا حبيبي؟ مش عوايدك يعني ترجع بدري؟ انا لقيت كده اليومين اللي فات دول اعصابك تعبانه شويه ومتوتره، قلت ارجع لك النهارده من الشغل بدري عشان اطمن عليكي. طمنيني، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انا احسن دلوقتي، ربنا ما يحرمنيش من رقتك دي ابدا. يا عواطف هنا كانت بتعمل ايه؟ ولا حاجه. هتعمل ايه؟ جاي تطمن عليا. شريف واسامه رجعوا المدرسه؟ زبانهم على وصول. طيب اطلع انا اغير هدومي عشان نتغدى سوا. طب يا حبيبي هحضر لك الاكل بايدي، بس كنت عايزه اقول لك حاجه يا مروان. شريف يا حبيبي متاثر قوي من ساعه اللي حصل، وانت واخد موقف منه وما بتكلموش عشان خاطر يصالحه بقى، مهما كان ده عيل صغير. حتى لو كان غلط هو وعدني انه ما يكررش اي غلط تاني. استنى عليا يا مرعي. عايز يتجوزك؟ شفتي الراجل المخبول طلع بريال اول ما سبلت له راح مريح على طول. هم الرجاله كلهم صنف واحد، انا عجناهم وخبزاهم.
قالكيش اي حاجه تانية عن شغل مرعي؟ ما رضاش يقول اي حاجه، مستني ما اتطلع من مكرم عشان يتجوزني ويبقى زيتنا في دقيقنا. مش عارفه اعرف منه اي حاجه يا نوال. ده حلبيه عواطف، ارسمي عليه شويتين بتوعك وهو هيكر بكل حاجه. ده انت استاذ ولا نسيتي ايام زمان؟ انا كنت نسيت بس انت رجعت تفكريني. عموما انا هستحمل رزالته وغدادته لحد ما اجيب لك قرار. كل ده عشان خاطر عيونك، وساعتها هتشوفي عامل لك ايه عواطف. هاي هاي نوال. هاي شيري. هاي سهى. اقدم لكم عواطف مديره البوتيك بتاعي. بوتيك؟ انت ما قلتلناش ان عندك بوتيك. لا، انا كان عندي بيزنس كتير وصفيته، بس ما رضيتش اصفي البوتيك عشان خاطر عواطف، اصلها صاحبتي من زمان. هبقى اكلمك بعدين بقى عواطف. طب انا ماشي.